مخلصش عن عينيا مش شايف قدامي. أنا حامل. باين على وشي التوتر ولا باين اكتر؟ انا برتعش يا جماعه. ما حدش هيفهمني غير الستات اللي زيي. قبل ما اتكلم معاكم واقول فيا ايه وجايبه الكاميرا وحطاها وبتكلم ليه، خلينا الاول اشكر كل حد بعت يقول لي العبايات حلوه جدا وراقيه وتسلم ايديكي. طبعا الشكر لله اولا ثم للمصممه، هي كانت بتوصل بره مصر بس بفضل الله وفرتها لكم في مصر. اللي عايزه اكد لكم عليه ان انا هحط لكم اللينك في اول كومنت وفي الديسكريبشن للناس اللي عايزه تطلب قبل رمضان وقبل عيد الام باذن الله، وكل سنه وانتم طيبين وبالف خير. تاني حاجه الناس بتبعت لي برده تقولي لو سمحتي دلينا على مكان ازدالاتك. لو عايزين اكلم الناس اللي بتوفر الازدالات انا ما عنديش اي مشكله اكلمهم بحيث ان هم يعملوا خصم ويعملوا عروض قبل رمضان، وده ليكم انتم بس. لو انتم حابين الفكره دي اكتبوا لي في الكومنتات وباذن الله هعمل كده. ايه رايكم الاول في الازدال، حلو ولا لا؟ انا اللي اخترت القماشه دي تحديدا بصراحه لاني بحب المنقط لاني هتنقط دايما. نمر بيلبس فوق، وطبعا قبل ما يلبس قلت احط الكاميرا بسرعه البس الازدال واطلع اقول لكم عشان احط قدام الامر الواقع. ببساطه كده انا بقالي يومين تعبانه وحاسه ان نفسي غم عليا. انتوا هتفهموا دلوقتي، بس لا يا جماعه ارجوكم ادعولي ما يطلعش اللي في بالي. نفسي غم عليا، بطني بتوجعني، الم في اخر ظهري، مش عارفه اعمل ايه، مصدعه تعبانه مرهقه، يعني شاكه بصراحه ان هي اعراض حمل، مش متاكده نهائي ولا اتاكدت وخايفه اتاكد. كل فكرتي ان انا والله يا جماعه لسه بعاني من الولاده الاولى، ومش بتدلع، انا بحب دايما ابقى ايجابيه، بس انا فعلا عانيت معاناه ربنا اللي كان عالم بيها في الولاده الاولى. طبعا ربنا اكرمني بهرماس ودي عندي بالدنيا ودي فوق راسي، لكن انا بصراحه مريت بايام صعبه جدا جدا وما تمناش ان هي اي حد يمر بيها ابدا ولو بنسبه 1%. لكن انا مش عارفه يا جماعه، يعني هو طبعا رزق ربنا وحاجه جميله قوي، بس انا اعمل ايه؟ انا هتجنن ومش عارفه اصرح نمر ازاي واقول له ايه، يعني انا مستنيه وهو ينزل والكاميرا شغاله عشان احطه قدام الامر الواقع. هو الموضوع فعلا صعب وخايفه اروح اتاكد واعمل اختبار الحمل، فربنا يستر. انتوا عملتوا ايه لما مريتوا بالتجربه دي؟ الناس اللي كانت امهات واولادها عندهم شهور وحسوا ان في اعراض حمل، عملتوا ايه؟ انا هتجنن وخايفه قوي، خايفه بجد. انتوا شايفين التوتر. انا خايفه مش عارفه اعمل ايه، ادعوا لي كتير. حاول نصارح نمر كده ان انا شاكه، والله العظيم يا جماعه انا ما اتاكدت ولا عملت الاختبار ده، انا بحلف عشان انتوا يعني اقرب حد ليا، اللي انا لو فعلا متاكده من الخبر كنت اكدته، لكن للاسف مش متاكده وخايفه اتاكد ومش عارفه اعمل ايه. انا هستنى نمر دلوقتي واحاول قدام الكاميرا اقول له انا عندي ليك مش عارفه. هو بقى ربنا يتولاه يا رب، لانه احنا هنتجنن، هرماس مجننانا، احكوا لنا تجاربكم يا جماعه. هرماس بجد شقيه جدا، فانا مش عارفه اعمل ايه. الحاجه ادعولي وربنا يخليكم ليا، وثانيا نستنى بقى اما نمر ينزل، انا هسيب الكاميرا مفتوحه، انا مش قافلاها الليله دي. ونشوف هنعمل ايه. اديني وسعت له مكان ومستنياه. ازيك يا نموري؟ لا 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 مش لايف ولا حاجه، تعالى عايزاك في حاجه، انا بسجل فيديو عشان عندي ليك مفاجاه جامده قوي. خلاص احترفت الفيديو، هاخد حاجه وعليك بسرعه. طب تعالى عشان الفيديو شغال. هقول انت مركبه المايك ده، ما هوش اخرج بيه. تعالى تعالى جنبي، موسع لك مكان، محط لك اضاءات. جعان قوي. جعان؟ عايز ايه؟ طيب مش هتسلم؟ سلم. وشك مستريح؟ لا والله سلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هو انا الحمد لله على نعمه الجمال، واحد لما بيصحى من النوم بيبقى وشه لسه طبيعي. عايز اقول لكم ان انا بهتم ببشرته. انت كده مهتمه ببشرتي؟ انا مش مهتم والله، ما فرق كتير.
ما فرقش ايه. خش على الفيديوهات اللي قبل كده هتلاقي نفس البشره الجميله الصافيه صافيه امال لو بايظه بقى لها اسبوع بترمها لي صار ايه. طيب مش فاهمه انك حاجه عايزه ايه. مش عارفه انت هتتقبل انت في ايه. احنا على ما انا حاسس ان هيحصل حاجه والله العظيم. لا والله ما في والله مش مقلب الاول والله العظيم مش مقلب. ماشي عمري يعني هبقى مقلب وحاطه لك الكاميرا وبتكلم. اتوقع منك اي حاجه عملتيها قبل كده. في الناس بتسال سؤال مهم جدا ليك فانا قلت اساله لك قدام الكاميرا وتكون صادق. ما يعني ايه ما تتجملش. اهم حاجه ما تتجملش. تمام انا مش محتاج اتجمل. انا تجملي اصلا طبيعي. تجملي عليك طاسه. اقول لك لو ربنا اكرمك بطفل تاني هتبقى مبسوط دلوقتي؟ اتجمل شويه بصراحه. هي بص هي نعمه ربنا يعني. هي نعمه ربنا سبحانه وتعالى كل شيء على راسي. لو جت الحمد لله. لو ما جتش الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. الفكره كلها لسه اصلا مش عارفين نتاقلم مع هرماس. هرماس هي اللي بتربينا والله العظيم. انا حاسس ان انا مخلف فندق شغالين شفتات. انا كنت فاكر ان الخلفه سهله بس موضوع صعب فيهم اي حد متخيل. هرماس مشغله عيلتين. مش مشغله احنا الاثنين بس يعني عيله ايه وعيله كلنا في خدمه هرماس. فاكر لا ايه اخلف طفل انا اقعد بيه شويه وتقعد بيه شويه واوديه عند ماما شويه الموضوع هيعدي. طلع لا الطفل هو اللي بيربينا والله العظيم هو اللي بيربينا. احنا شغالين خدامين يا جماعه عند هرماس والله قسما بالله. عايزه اقول لكم حاجه للاسف متعلقه بينا جدا. ما بتعرفش مثلا لو سبتها مع جدتها مع جدها مع اي حد بتفضل تعيط. كل حد مر بالتجربه دي قولوا لنا مريتوا بيها ازاي وعديتوا بيها ازاي وعلمتوا اطفالكم ازاي اللي هم يبطلوا اول حاجه زن يتعاملوا مع الناس التانية زي من غير ما يعيطوا. ايه تاني؟ ولو ربنا اكرمكم وحملتوا على طول يعني والطفل التاني لسه عنده شهور ايه؟ مجرد سؤال عادي ولا ده في نص الموضوع ولا ايه؟ بص هو بمنتهى الامانه انا بقالي يومين حاسه ان نفسي غم عليا وحاسه يعني بصراحه بنفس اعراض الحمل الاولى. انت تجمل انت قدام الكاميرا. اتجمل ايه؟ تجمل ايه؟ استنى انت تضربني ولا ايه؟ لا عليك برضه بتقولي ايه حاسه بايه؟ تاني كده قولي عملت ايه تاني؟ عملت ايه؟ حاسه ايه؟ لا نفسي بس غم عليا شويه يعني ممكن يكون دور انفلونزا. يا رب يا رب يبقى بس اعيد نفس السيناريو تاني. انت من ساعه لما دخلت البيت ده وانت حامل احنا ما تهنيناش ببعض. بحب اخايم. طب يعني احنا يعني برضو قدام امر واقع يعني لو في حصل حمل انا مش عارف ارد على ده. طبعا خلينا متفقين كل يجيبه ربنا كويس انا هسيب البيت واهرب. تشوف اي حد من اخواتي او اصحابي ربنا كرمهم بعيل واثنين وثلاثه والاقيهم طالع عينيهم ومكشرين ومشتاقين نفسهم اقول ايه الدلع ده؟ ايه المشكله؟ من منصتي هذا انا اسف. الموضوع صعب يا خوفي. ان شاء الله مش هيطلع في حاجه وحيد الله كده ان شاء الله. يعني انت هتبقى مبسوط بامانه ولا لا؟ انا مبسوط في كل احوالي طول ما انت جنبي. ربنا يستر. او احنا نتاكد ازاي؟ طيب اروح نعمل لازم نروح نعمل اختبار بسرعه. عايز تروح تعمل اختبار؟ طيب يا جدعان خلص شغل وهاجي بالليل نروح نعمل اختبار وربنا يستر. ربنا يستر من قلبي ربنا يستر. اقفل بقى الفيديو. يلا اقفله انت. لا مش انا قادر اتحرك. Bye-bye.